ثوم وزنجبيل زيت زيتون عصرة ليمون كركم كزبرة كمون وملح سمك نويبي. بلبنان السمك النهر صغير بنحط عليه رشة ملح وطحين وبنقلي. هذا السمك أطيب بهالطريقة إنه ينحط له بهار بهارات سمك. منتبل السمكات تقريبا نص ساعة بهالخلط، والأطيب كل ما طول وقت التتبيل. بيقلي السمك زيت لازم يكون غميق وحامي. حطوا شوية طحين تتأكدوا إنه صار جاهز. أربع قطع، يعني ما فيني أحط هون بعد أو هون عشان لا يفرك السمك. نار قوية ما بنقلبه أبدا نهائيا لنشوف أخذ لون على الأطراف فينا نقلب. وليش كتار بيلزق معهم السمك بالمقلاه بحطوا السمك والزيت ما بيكون كتير حامي. شوفوا كيف؟ ها هلا شوفوا شكله ما أحلى بيطلع مرتب 100%. ما فيني قلبه أنا هلا لشوف أخذ لون على الأطراف. السمك بس ينزل بالزيت بصير كتير طري وحساس غير الدجاج، فما فينا نقلبه أبدا. بين هيدا اللون من هون الأشقر شوي، هلا فيني أقلب. جمدت بطلت تفرق ليكون اللون الحلو والشكل الحلو. وقت قلي السمك بيختلف حسب حجمه، الصغير تقريبا 7 دقايق، الكبير 12 دقيقة. وبس ياخد لون فينا نقلب. ولا مرة رحت على مطعم سمك وأكلت طحينة طيبة. شو بدك طحين؟ حصين ثوم، عصير حبة ليمون. في مطاعم بتقدم بس صلصة طحينة بفكروها إنه خلص هي بتقدم هيك، رشة ملح. لازم بس تحطوا الهردة الطحينة تخضوا المرتبين. عندي هون طحينة معلقة، 4 معالق طحينة، شوية مي باردين منحرك، بقدونس. شو في أسهل من هاي؟ حطها بالتلاجة البراد 10 دقايق وبقدمها. شوفوا هاللون الحلو السمكات. هلا إذا عندكم شبك أحسن، السمك المقلي الدجاج المقلي ما رح خليهم كتير على ورقة تنشيف عشان ضلوا يقرقشوا. الشبك بنقطوا زيت بس هذا بيمتص أكثر زيت وبيخليه ضل يقرقش. أنا بدي بس نمتص شوي هالزيت ودغري رح شيله. بس حب اكل هيدا الطرف من السمك دير اطرشي. ناخذ سمك الله اطيب شيء، طحينه بي الطعم الطيب كله كله كله. جربوا طريقتي بقلي السمك واهم شيء الطحينه. اطيب شيء الاطراف المحمصه. ليه بشرحوا السمكة هيك تفوت طعم البهار والتتبيلة كلها بقلبها؟ جربوا طريقتي شوفوا قد ايه رح تحبوها.